تحضيراتك لزواجك بما انه مضل عليك الا كم شهر؟ حضرنا شوي صراحة، خلصنا من الفستان وكم من غرض، بس لسه يعني في عندنا تحضير شوي ضايل كتير. ما فهمتي علي، أنا ما سألتك عن حفلة العرس، أنا عم بسألك شو تحضيراتك لزواجك؟ هذا موضوع تاني، هلا بنحكي فيه أكثر وبندخل بالتفاصيل. وهذا هو موضوع حلقتنا لليوم عن الزواج، وبلشي من هون. من هون من هون بلشي من هون. بدي أرجع لسؤالي الأولاني، البنات جيل كل يوم عم بركزوا كتير على حفلة العرس، على ترتيبات حفلة العرس، على كل الأشياء اللي لها علاقة بالحفلة باليوم. لكن موضوع الزواج اللي هو أنا داخل على حياة جديدة، على إشي في شخصين بده يكون بيناتهم تكافؤ، هذا اللي بده تفكير واستعداد أكتر. مع أنه للأسف إحنا كجيل عندنا هلأ يعني مصادر كتير كبيرة، وصار إذا بدنا نقدر نعرف الإشي وندخل نتعمق فيه عندنا فرصة، مش زي زمان. زمان كان الحكي مخبى، يعني ما تعرفي إلا قبل بليلة من زواجك عن شو هذا، أو تشوفي أمك وأبوك وتاخدي هالصورة منهم. فجيلنا أعطانا فرصة أكبر إنه نقدر ندخل نتعمق في الموضوع، فيعني هذا إشي بداية صراحة بحزن. إحنا محضرين فيديو صغير عن الزواج، خلينا نحضره مع بعض. يلا بلشي من هون. إيه أنتوا هون؟ أهلا وسهلا فيكم. رح تكون فقرتنا اليوم شوي مختلفة، زي ما انتم ملاحظين احنا مش بالشارع، اهلا وسهلا فيكم ببيتنا. تعرفت على حنا بالمدرسة، كنا بالمدرسة المعمدانية عم نلعب باسكت. يعني انا كنت احب مسحه، كان غير شوي عن الباقي، كنت احب احكي معاه بمواضيع، يعني كل المواضيع اللي بتخطر على بالك. لما كنت بهذاك العمر كان عندي افرو تقريبا هالقد، ومش عارف ليش بس فكرت انه البنات كثير بكونوا يحبوا لو ربيت السكسوكه لهون. بتعرف فيدو ديدو بتاع 7 اب؟ هيك كان شكل حنا بهذاك الوقت. بشهر 2/2011 عرفت لاول مره انه انا متاكد انه هاي البنت يعني راح اخليها مرتي. هلا انا بآمن بالزواج، وبآمن انه الواحد اذا ارتاح لشخص هي خطوه منيحه او خطوه صحيه. في اشياء كنت اعرفها عنها، بس بعد الزواج اكتشفت عالم اخر، نمط حياتها كان very fast pace. فانا عشاني شوي خلينا نحكي اللبط. هي يعني عم نيجي على النص، دائما تحت سقف واحد الواحد بيلاقي مفاجآت، بتفاجئ انه لسه ما تغيرت هاي الاشياء. فاهتماماتنا والقرارات اللي بناخذها لسه بتفاجئ. هو بضل يمزح انه ابوي دفع له يتزوجني. دائما بحكي للناس اللي بزوروا بيتنا، اي شيء بالبيت بتشوفه حلو probably ذوق كرما، في 15% منه اللي هو اغراضه اللي في كل مكان. او مثلا المنطقه اللي هو بيلعب فيها رياضه هو عملها لحاله. الوردروب تاعي كان كثير بيختلف عن الوردروب هلا، وكرما طبعا نفضت لي اياه كله. غيرت له، بس يعني بعد سنه من زواجنا بلشت اغير، صرت احب الفكره انه انا بقدر يلبس اشي حلو ويطلع شكله حلو، فليه ما انا اساعده. يعني لما مثلا احاول انه هيك اكون انه صواب ومش عارف ايش، واعطيها انه you looking nice ومش عارف ايش، oh yeah you looking hot tonight، هي شوي ايش بتسوي؟ انا بحب انحب بطريقه ثانيه غير عنه. هو بحب يحس انه انا بقدر الاشياء اللي هو عملها، سواء بالحكي او حتى انه خلينا نحكي الرياكشن تبعتي. انا ما بقدر الحكي بالمره. السنه الماضيه رحنا رحله على اليونان، انا اضطريت ارجع عشان الشغل، وهي ضلت مع اهلها كمان اسبوع، وهو ضل لحاله بيمشي اموره كثير منيحه. يعني الوضع شوي
ممل ومحزن. حزين بس تقدر تدبر حالك. يعني من ناحية بعيش بعيش. يعني بصلي يعني مش راح. بعدين بس لا بحزن. أوكي. بلشي من هو. حلو. يعني هاي النكشات الصغيرة والمشاكل الصغيرة حلوة ما في منها صح. تأثير صح. بس أنا بخاف لما بكون الزواج فعلا فيه مشاكل خطيرة يعني بتأشر على مؤشرات خطيرة ورح نحكي بعض منها. رح أبدأ بوحدة اللي هو لما بكون الزواج بالاسم. لما بكون الزواج اسمي يعني أنا مزوجة هالشخص لكن كل المقومات اللي بتدعم هذا الزواج تقريبا مش موجودة، مثلا غير صريح، بكون ما في صراحة بالزواج، يعني التنين بتلاعبوا لأنه ما في مواجهة صحيحة، ما في اتصال صحيح، ما بيعالج المشاكل، يعني بتمر المشكلة التنين بيعملوا حالهم مش شايفينها أو بيعندوا عليها. هاي أو بيعندوا عليها إنه أنا رأيي لازم يمشي. نعم نعم. يعني في مؤشرات بتقولي هذا زواج ولا هيك بس عايشين مع بعض بس لأنهم صاروا متزوجين. بعدين ما بيهتم مثلا الشريك باهتمامات الشريك الثاني بمشاعره بالأشياء اللي بيحبها، خلص يعني كأنه كل واحد عايش لحاله، لكن اللي عم بيجمعهم هي جدار بيت والباب تبع البيت، غير هيك ما في. فيسموه زواج اسمي يعني ما فيهوش تواصل، ما في اهتمام بالأخي بالشخص الآخر. هذه كلياتها مؤشرات خطيرة، هذه مش زي المشكلة اللي حكى عنها حنة وكرمة إنه غيرت لي كذا عملت كذا، لا هذا كلياته بيمشي كل يوم أشياء بسيطة. والأخطر من هيك لما بيكون في زواج مشوش. إيش يعني مشوش؟ هلأ كل بيت في عنده منظومة وفي عنده أشياء مشتركة بين التنين، إن كان بمبادئهم، إن كان بعقائدهم، إن كان بالكلتشر أو الثقافة تبع البيت، بالقناعات تبعهم. يعني ما بصير كل واحد تكون قناعته بجهة وبالأخير يدخلوا على هاي العلاقة. صح. يعني بصير في تشويش في اتخاذ قرارات. صح. تشويش في تربية الأطفال طبعاً. يعني كل بيت فيه له قناعات التنين مشتركين فيها، إيمان مشتركين فيه، أشياء كثيرة بيكونوا التنين متفقين فيها عشان ما نصطدم بالأشياء الكبيرة. بتضل المشاكل اليومية العابرة اللي كل واحد يعني حتى مع أولاده الواحد ممكن يمر فيها. هلا اللي أنا عم بشوفه بجيلي هلا، لأنه لسه جديد، خلينا نحكي مقبل على الزواج أو لسه جديد بيكون جوز ما لحق فترة كتير طويلة، كتير عم بيكون عندنا صعوبات مثلا مرات مالية أو اختلافات بالرأي، وعم تعمل ثقل على هالزواج، بتسوي الزواج بصير بتركيزه مش صح، يعني بصير يركز على الأشياء السيئة. أيوة. إنه إحنا ما معنا نعمل واحد اثنين ثلاثة، أو إحنا مش ضابطة معنا الأمور بمبدأ رأي، أو يعني بنصير نركز على الإشي السيء بالزواج، إنه ميزانيتنا ما بتكفي نعمل إشي معين. معناته التركيز على الأولويات. بالضبط، التركيز أكثر. مش على الأولويات، حتى على المتاعب اللي في الأولويات. أيوة. يعني الكل بالأخير بحتاج المصاري ليقدر يعيش، الكل بحتاج مصاري، بس لما أكون تركيزي إنه أنا ما معي. أيوة. هون بتصفي قاعدة عم تعمل خناقات وبتعمل خلينا نحكي زي ستريس زيادة عن اللزوم. نعم. يس. نعم. ومين بده يتحكم بالصرف؟ بالضبط. يعني التركيز هو أنا بحكي لما بتدخلي على أي بيت بيحطوا كيف، مثلا لما أنت بدك تعملي ميزانية التنين لازم يكونوا متفقين عليها. لما بكونوا بدهم يعملوا تربية للأولاد التنين متفقين على الأشياء الخاصة بالأولاد. فبصير الأشياء الأساسية التنين حاطينها بالأولويات فمركزين عليها، اما اذا كل واحد بجهه بفقدوا تركيزهم. صح. على داخل هذا اظن كمان بيسبب لنا سوء في التنظيم. يعني لو كل واحد عنده دور وواضحه الامور التنين بيمشوا مع بعض في طريقه سلسه، بس لو كل واحد مش واضح دوره ومش عارف شو لازم يعمل بهالزواج شوفي شو ممكن يصير. يعني اذا انا متوقع انه ميزانيه البيت علي وبعدين بكتشف انه هو متوقع ميزانيه البيت عليه، راح يصير خناقه. وين خلينا نحكي وين التركيز لازم يكون، او وين كيف طريقه الادوار. هلا كل شريك لازم يحط شيء بالزواج عشان تكون علاقه ناجحه، كل شريك لازم يحط شيء من جواته. اوكي. فمثلا اذا المراه عم تعطي محبه واحترام لرجلها، هذا الإشي بحفزه انه يرجع يعطيها محبه بالمقابل، وبنرجع هي بتحفز هاي محبته، بترجع بتحفز احترامها، وهي هذا الاحترام بيرجع بحفز زي ما شايفين على الشاشة عندنا، هذا الاحترام بيرجع بحفز محبته، فبتصفي هاي الدويرة متكاملة زي كأنهم ماشيين مع بعض. نعم. ومكملين خلينا نحكي العلاقة في طريقة حلوة. يعني لما بيقدم لها محبة بحفزها، ولما بتقدم له احترام بتحفزه فبرجع بيقدم محبة، فبتصير هي كلياتها ماشي بالخط اللي بيفيد التنين مش واحد بس. نعم. وهلأ رح أسألك السؤال اللي سألتني يا بسمة،
هل عم بتحضري لزواجك زي ما عم بتحضري ليوم عرسك؟ شاركينا النقاش على فيسبوك وخليكي معنا للفقرة الجاي. بلشي من هون. يحتاج الإنسان إلى الحب أكثر من أي شيء آخر. إن أعطى الإنسان ثروة بيته عوضاً عن المحبة تحتقر احتقاراً. عندما تفتر العاطفة الشبابية الجياشة تبقى المحبة أكبر من أن تسقط. لا تتوقعي أن يملأ شريك حياتك كل احتياجاتك، فيملأ إلهي كل احتياجاتكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. بالضرورة ستتلاقيان إذا صرتما سوياً باتجاه المسيح.